اختتم فريق النادي الأهلي استعداداته لمباراة سموحة اللي هتتلعب النهاردة على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة 9 من بطولة الدوري الممتاز، وأدى الفريق تدريباته على ملعب التتش وبدأ بفقرة إحماء ثم تدريبات الكرة اللي حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجزء الخططي. كيليان امبابي نجم المنتخب الفرنسي وباريس سان جيرمان اتصدر قائمة هدافين العالم لـ 2022، ووصل امبابي لصدارة القائمة مع منتخب بلاده وفريقه برصيد 55 هدف، خصوصا بعد تألقه الكبير مع المنتخب الفرنسي في كأس العالم 2022 وتتويجه بلقب الهداف، وده برصيد 8 أهداف. وكمان جه النجم النرويجي هالاند هداف مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 44 هدف، ولسه عنده فرصة في زيادة رصيده التهديفي، وده لأن لسه عنده مباريتين قبل نهاية السنة الحالية قدام ليدز يونايتد وإيفرتون في منافسات مباريات الدوري الإنجليزي. أما النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الإسباني ففي المركز الثالث برصيد 42 هدف، بالتأكيد رصيده في الأهداف مش هيزيد، وده لأنه مش هيلعب في مواجهة البارسا الأخيرة في العام الحالي، وده بسبب أنه موقوف لمدة 3 مباريات. أما بقى النجم ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين ونادي باريس سان جيرمان فمحتفظ بقيمته التسويقية بعد التتويج ببطولة كأس العالم 2022، خصوصا أن القيمة التسويقية للنجم الأرجنتيني ثابتة عند 50 مليون يورو بعد انتهاء المونديال. الهولندي إيريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد أعلن بشكل رسمي تجديد عقود 4 لعيبة في صفوف الفريق، وهم ماركوس راشفورد ودييغو دالوت وفريد ولوك شو، ده لمدة موسم لحد يونيو 2024. وعلق تين هاج على الموقع الرسمي للنادي وقال: نحن سعداء لأن الفريق بيسير في الاتجاه الصحيح، هؤلاء اللعيبة لديهم دور مهم للغاية في الموسم الحالي. محمد صلاح وزمايله من لعيبة ليفربول احتفلوا بالكريسماس عن طريق ارتداء غطاء الرأس الخاص بشخصية بابا نويل، وشارك الحساب الرسمي لليفربول على الانستجرام صور احتفال اللعيبة والتقاء صورهم المجمعة ليهم وهم موجودين في مركز تدريب أثناء بعض الحصص التدريبية ليهم. من ناحية تانية، أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على صعوبة مواجهة فريق أستون فيلا مع عودة منافسات الدوري الإنجليزي بعد توقف وصل لأكثر من شهر، وده كان بسبب نهائيات كأس العالم 2022. وقال كلوب في المؤتمر الصحفي: نعلم ما ينتظرنا من صعوبة في مواجهة أستون فيلا، ولا نعلم كل شيء، لكن لدينا بعض الأفكار وهذا ما سنستعد له. فريق ترابزونسبور المحترف في صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه حقق الفوز على فريق فنربخشة بنتيجة 2-1 في اللقاء اللي جمعهم امبارح ضمن منافسات الجولة رقم 15 من مسابقة الدوري، وشارك تريزيجيه مع ترابزونسبور في المباراة بالكامل وظهر بمستوى جيد جدا طول المباراة، وقدر كمان يسجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضايع للمباراة. نشرتنا الرياضية خلصت، ونرجع تاني لأحمد وجمانة نكمل معاهم باقي فقرات صباح الخير يا مصر.